السلام عليكم ورحمة الله معاكم ام كامل او اهو كامل. النهارده يا شباب انا بنشوف ايوه حرفيا زي ما شفتم في صورة المقطع والعنوان وشايفين في الصورة اللي ورايا دي وفي الولد اللي جنبي ده. النهارده يا شباب حرفيا هيجينا حمام اشتبدي ضم اشتبدي دب اشتبدي دبلو 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 العملاق يا شباب، ولكن هيكون انا والولد اللي جنبي ده اللي معرفش اسمه. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه ده، متعرفش اسمي ولا ايه؟ اسمك ايه؟ مكعبات يا عم. صح، محمد مكعبات، نسيت والله محمد مكعبات. خلاص اسمع بقى، النهارده يا محمد يا مكعبات انا جايبك عشان خاطر تبني معايا اقوى وامن بيت ضد حمام اشتبري ضم اشتبري دب اشتبري تمل تمل. انا عارف بقى ان انت محمد يعني مش زي ناس كده تهرب بقى زي سحس كده تهرب وتاخد بعضك وتجري، ولا زي عبد منضو بتخاف. لا، انا سمعت عنك ان انت قوي وشجاع وهيرو وممكن تمسك اشتبري ضم اللي هناك في الصوره ده تعمل منه بطاطس بالجبنه المحمره، مش ده صح ولا انا غلطان؟ ايوه شفت بقى مكعبات بيعمل ايه؟ ايوه يا شاب، اللي بيثق في مكعبات ومتاكد ان الكائن اللي قدامي ده ممكن يقضي على حمام اشتبري ضم هو بس اللي... لا بلاش كده، الاحسن كده مش يعملوا. لو متاكدين ان محمد جيمر او مكعبات هيهرب النهارده يضغط لايك ويشترك في القناه. عايز اشوف كام لايك على المقطع ده، متاكد ان انت توصلوا المقطع ده 50,000 لايك عشان محمد جيمر هيهرب. 60,000 لايك؟ طب لو وصل 60,000 لايك تعمل ايه؟ ترقص راس الديسباسيتو؟ خلاص يا رقصوا راس الديسباسيتو لو المقطع ده وصل 50,000 لايك. يلا ادينا حته ديسباسيتو 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 اوكي يا شباب، انا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم يا عال. اللي ما حطش لايك لحد دلوقتي هو دي. ايوه، اللي ما حطش لايك انت هتبقى شبه دي، هتتحول لدي، فبراحتك بقى. المهم هنا عندنا الشيستين طبعا، محمد فتح الاولاني وخد السيف. دي بقى ايه معدات الامان بقى محمد جمال. استنى بقى تجرب عليا، استنى بص. عندك هنا الادوات دي. لا 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 لا، بس دي بتموت. دي ده مش 10 ياوي، دي ده مش 10 يالا. لا الكلب بيقول لك دي ده مش 10. رجع الحاجه مكانها، انا اشوف كل حاجه. رجع كل حاجه مكانها يلا. خلاص اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شباب، هنا الصندوق الاولاني ده في قلت لك تلمس حاجة. لا يا عم، تلمس حاجة. ارجع خلاص. قول تمام يا فندم كده. ولا بنسبة ايه يعني؟ بنسبة ان انا القائد بتاعك يعني النهارده وكده. خلاص يا عم، انت انا مش قائد، انت القائد. اسكت بقى، القائد بيسكت. أيوة ماشي، القائد شط اب يور ماوس. اسكت علي، ده حلو اقسم بالله، جايبه من سوبر ماركت يا عيال، ده مش هينفع معايا في البيت. يلا مش مشكله بقى يا شباب، واللي لقيته بقى. المهم يا شباب، عندنا صندوق. بحبك يا محمد. ما تفتحش معايا الصندوق، شفتك والله، بس ما تلعبش في حاجه. اوكي يا شباب، الصندوق ده اشوف يا عم. لا مش عايزك تشوف، انا لسه اللي اشوف، انا اللي هعمل بيت امن. انت بس مجرد هيلبر مساعد. ماشي، انت ايه؟ انا الاونر. ماشي ماشي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الشباب، هنا عندنا بو وسيف وكمان هامر وكمان هامر وحمام ومناديل وشويه كده هو يعني، وكمان ايرور او اللي هي الاسهم، والتي ان تي اللي على هيئه سلاحف او سلحفه يعني. والناحيه الثانيه هنا يا شباب عندنا كل الاغراض البناء اللي هنستخدمها النهارده ضد اشتبي ضم اشتبي ليب اشتبي دبليو دبليو. بما انه اللي هيجي لنا الشخصيه اللي قدامنا دي يا شباب، فاحنا اخترنا الالوان ال 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 يا ابني دي انا اللي هلبسها. انا القائد يا عم. انا القائد يعني. لا انا اللي البسها. عم بص شكلها حلو عليا ازاي. هي فعلا شكلها حلو. عارف دي معموله من ايه بقى؟ معموله من ايه؟ من دي شايف دي؟ شايف الفلاي يا عم؟ الله يعينك. والله معموله منها يا شباب. شوف اسمها بوب ليجندز وبوب هيلمت وبوب بوتس. انا ما عنديش مشكله البس. انا بص يا محمد، كل اللي عايزه منك انت هتاخد كل الادوات تخليها معاك. اوكي، يعني مثلا بول اسهم وكده. ماشي، تعال وريك كده السيف الطويل. وريه السيف الطويل ده، الطويل التاني ايوه ده، وريه كده. انا شفت الدمج بتاع 24. لا لا ده 2.4 والله يا شباب. قلت له المهم يا شباب، الخطه بتاعتنا كالاتي. بما انه شوفوا، لو حطينا تويلت تاني اعتبر ان ده حمام اشتبه ضم، تمام، ودي مناديل. خلونا نسحب بس من هنا منديلين ثلاثه. طبعا انتوا شايفين الحمام ده، لو جينا ندوس كليك يمين هنا، وسع كده يا محمد يا جماعه، لو جينا ندوس كليك يمين هنا شوفوا اللي هيحصل.
بيطلع منه بوب او اللي هي اللي موجوده في الارض دي. فاحنا هنعمل ايه يا شباب؟ بما انه الحمامات لما بتزهق او لما تيجي المناديل عليها تطلع البوب دي، فاحنا هنعمل بيت كامل هنا وبيت امن من البلوكات اللي باللون البني دي، تمام؟ ليش اللي هي البلوكات دي؟ فخلوني اخد البلوكات دي كلها والايرون بار. يا ابني يا ابني انا خدها، انا هبني انا يا عم. خلصها في لافا واحده يا عم، خد لافا واحده بس، سيب بقى كل حاجه بقى. ساعه شعال يا ابني، وانا جايبك معايا يا ابني عشان تحميني يا ابني ولا تقتلني يا ابني. يا ابني الله يبارك، يا ابني الله يبارك لك يا يا شباب بجد يا شباب، اقسم بالله جايب معايا واحد متخيل. مش خلوه يطفي نفسك، خلاص ابعد عني بقى، ابعد عني، تساعدني من بعيد. خلاص الجو هيليل، والجو لو ليل اشتبي نظام هيجي، واشتبي نظام لو جه هسيبه ليك انت، هخليه ياكلك انت اول واحد. ها ماشي انا موافق. موافق؟ اه امره واحد اشوف موافق كده على موت. المهم هات هات، انت كان في شافل هنا، انت خدت شافل ولا؟ ارمي لي كل الاغراض يا معلم، ارمي لي كل الاغراض، ارمي لي كل الاغراض اللي معاك، كل الاغراض اللي معاك ارميها لي. بص ما تسيبش معاك غرض واحد، كل الاغراض. ايوه السيف انت هتاخد ده. ايوه بص، وانا هاخد السيف عشان نقتله، والهامر ده عشان نقتله. يا رب شوف الجو بيمطر يا شباب، يا رب المطره تمشي بقى، يا رب يا رب المطره تمشي. عايزين ابني بيت امن يا شباب. الليل لو ليل ده مش عايز يفهم ان الليل لو ليل اقسم بالله هيجي لنا يا محمد. خد 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 تعال ساعدني، خد حط البلوكات دي في النص في النص. يلا 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 خليه يشتغل يا شباب شويه، يا شباب نشوف له شويه. طبعا البيت بتاعنا هنعمله اصغر حاجه بس امن حاجه، اوكي؟ يعني مش مهم يبقى صغير بس المهم يبقى امن، اوكي؟ زي ما انتم شايفين البلوكات دي قدها. الله عليك، استنى سيب الاخير. الله عليك والله، عال شغل عالي عال. برضه لما يبقى معاك ايه هي بيكاكس، الهامر ده شغال يشتغل؟ والله يشتغل شاب بس ضعيف شويه، يعني انا افتكرته اقوى من كده، بس مش مشكله يعني، خلوها كسرها بسرعه 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 امكان بسرعه. الله عليك بقى. انت اللي كسرتها يا ولا يا ولا، حركات حركات محمد جمر المساعد. ليتس جو يا شباب. يلا يا مكعب، الليل بيليل الليل بيليل، ابوك عبد بسرعه يا عيال، بسرعه بسرعه بسرعه. ما تخافش يا عم، انا الحق ابني بسرعه يا عم، ده سهل قوي. الحقني ابني، روح فيها، هنروح فيها انا وانت. معاك شمعة؟ معايا شمعة؟ لا مش معايا. تعرف تروح تجيب من البيت؟ تعرف تروح تجيب من البيت؟ روح هات من البيت، بيت هناك. بص بص هتمشي هنا كده، بيت هنا كده، ايوه هناك اهو، شايفين الخشب بتاعه هناك اهو. خد امشي طوالي كده، حتى هات ترش وتعالى. الله بسم الله، عبال ما يروح يجيب الترش علي ينور لنا البيت. يا رب بقى يا رب. خلي ابني يا عم الحصان، انت يا عم انت ما عادش تبني نظام ولا ايه؟ صوته ارعبني يا شباب. اوكي يلا خلينا نكمل، احنا مالناش دعوه بالحصان، خلينا نكمل بنا يا شباب. بسم الله نخلص البيت بسرعه، يكون هو جاب الترش ينور لنا المنطقه. يمكن يتاخر شويه، يا رب يتاخر يا شباب، يا رب يتاخر، ده احنا لسه ما عملناش حاجه. احد يرغي معايا وخلانا اعرفكم على البلوكات. يا خد البيكاكس، خد البيكاكس يا شباب، خد ايش مهم. وانت بتعمل ديزاين بيت ديزاين، حط كده تمام، هات بلوكات باللون البني، حط بلوكات البني. هو ما يجي بقى يجيب لنا بيكاكس. يلا يا محمد يا جيمر، اسرع اسرع والله بطيء. ايه انا جاي اهو في الطريق. ايوه عايزك في الطريق كده، في الطريق في الطريق يا محمد يا جيمر. يلا تعالى اوكي، لو تعرف تجيب لنا بقى باب معاك في السكه. يا سلام اوكي، خلينا نعمل كده باب من عينيا الاثنين. هات باب. ايوه يا سلام عليك، خليني احط ايرون بار بس بسرعه. هات الترش الاول، هات الترش الاول بعد كده بروح هات الباب. يعني خليك ذكي، سهل عليا، انا مش شايف حاجه، انا مش شايف اي حاجه حرفيا يا شباب. الجو ظلم ومفيش غير صوره تشتبه ضم هي اللي باينه يعني. اوكي وعشان الامان بس، ده يبقى الامان. هنا هنحط ايرون بار تاني. فنسات فنسات فنسات، هتبقى على بعد شويه. الفنسات دي ممكن تولع من اللافا. قليل جامد اهو، ما هو قليل جامد. تعالى بسرعه بسرعه خير. يا رب شوف، بيسالني بيقول لي ده قليل جامد، ما انا عارف انه قليل جامد، ما انا عارف، بس انا عايزك تيجي بسرعه والنبي. تعال تعال حط 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 ترش. هات البيكاكس، هات البيكاكس، هات البيكاكس، هات وهات ترش. عايزه قصير، ما انا عارف ان انت مش عايز. هات ترش بقى، هات ترش. امسك هي واحده بس، ما انت تجيب لي واحده. انت بتجيب لي واحده بس؟ هنحط البيت ده كله هينور بواحده. طب يا عم سهل اهو يا عم، نحط لافا. حط لافا في الارض، لسه كنت اقول لك كده. انت طلعت بتفكر اهو، يعني طالما انت بتفكر وجامد كده يعني، ما فكرتش ليه انك تجيب بلوكه زياده يعني؟ ليه ما فكرتش في بلوكه زياده؟ طب استنى بقى احط بقى الباب. حط الباب، امان امان حط. ايوه يا سلام عليك يا سلام عليك. خد خد كمل الفنسات دي حوالين البيت، بس في فرق ثلاثه. استنى مش دي من هنا، حطها جوه هنا، فرق ثلاثه يعني، شايف؟ يعني توصل لحد هنا، هنا لا هنا
هنا. ايوه يلا روح كمل بقى، كمل كده طولي كده يلا، بس انا ما اخش انا الاول. يلا يا شباب خلونا نخش. بسم الله بسم الله يا رب اعدي النهارده على خير، والنبي يا رب اصلي اللي هيجي لنا ده مش كائن عادي شاب، ده اشتبي ضب مش تبني دب مش تبني دبلو دبلو. عايزين نعرفه برضو ان احنا ايه مش خطر يا شباب، عشان خاطر ما يبقاش غشيم. سيب لها مكان ندخل منه، سيب لها الحته دي ندخل منها. اوكي يا شباب نحط له مثلا هنا حمام وهنا حمام وهنا حمام. طبعا ده بيتآمن ضد الحمامات يا شباب، الحمام يشوفه يقول لك اوه ماي جاد دول تبعنا دول قرايبنا فيسيبونا في حالنا. يا رب يا رب هو ده التفكير اللي في دماغي يا رب. تعال حط حمامات دي كده، تعال امسك حط حمامات دي كده، خد يلا لف لف لف. حبيبي حبيبي والله يا شباب انا لو مش معايا المساعد ده شاب بصراحه بصراحه في حاجات كتير ما كنتش هنجزها يا شباب، فانا مدين ليك جدا. بص يا محمد السلاحف دي اوعى تدوس عليها، بص لو دوست عليها ايه اللي بيحصل. ايوه قنبله قنبله. والله انت عارف مش هعلمك اللعبه طبعا، انا متاسف جدا ليك متاسف جدا لي. يا رب ما تدوس عليها بالغلط، يا رب يا رب ما تدوس عليها بالغلط يا محمد يا جيمر يا زكي يا جميل. ها اوعى تدوس عليها. تتريق عليا ولا ايه؟ لا 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 ما اتريقش عليك والله ابدا، وانا بقول لك يا زكي انت ما سمعتنيش ولا ايه؟ انا خايف بس تدوس عليها، لانك لو دوست عليها انت هتخلص علينا كلنا، فخلي بالك. ها اوكي انت الذكي وانا الذكي. قصدك عليك انت يا بقى. لا سلحفه وانا بطيء قوي كده عشان تقول عليا سلحفه يا محمد الجيمر. يا عيال مين فينا اللي بطيء؟ اللي يعرف ان محمد جيمر هو اللي بطيء يدوس لايك، واللي شاف ان مكامل هو اللي بطيء يدوس اشتراك. يلا بقى خلونا نشوف. اوكي خلونا نحط كده. يعني انت حضرتك انسات من غير ما تكمل، ده انت ذكي فعلا. من غير ما اكمل ايه؟ الحمامات. ما انت حطيت الحمامات، ما انا شفتك كملها يا ابني. وانت يا ابني مش معايا ولا معاهم ولا انت مين بالظبط؟ انت جاي تبع مين النهارده؟ بقول لك اشتبه ضم هيجي لنا، بقول لك اشتبه ضم البص يعني عملاق الحمامات. جاي دلوقتي اهو. والله جاي انت سامع؟ سامع؟ سمع صوت. طب بص يا حمام جيمر تعال اقف قدام هنا، تعال بسرعه اقف قدام هنا. محمد احنا اخترناك النهارده لانك تكون المجاهد، خد تعالى تعالى بس اللوف. معايا هديك لاف وهديك خد خد بوكيتات. اسمع بس احنا اخترناك النهارده انك تكون المجاهد بتاعنا، عارف انك عشان تكون بطل وخارق قدام الجمهور اللي بيتفرج علينا دلوقتي وهيحطوا لك لايك ويشتركوا في القناه. سامع صوت اشتبه ضم اشتبه ديب ده؟ هتمشي وراه في وسط الغابه، واول ما تلاقيه في وشك اديله في وشه بالسيف. فين السيف؟ وريني السيف اللي معاك. ايوه هو السيف ده، تطلع السيف وتقوم مديله بالسيف، ولو مات يبقى تعالى قول لي انك موته، لو انت مت اوعدك ان هعمل لك اكبر عزا فيك يا ماين كرافت. تمام ماشي. روح ايها المحارب ايها المقاتل. قبل ما ندور خد سهم في راسك. ايوه يا مقاتل اديني سهم في راسي. ده ما جاش في راسي، ده جه في حته ثانيه بس. اوكي ايوه يا مقاتل، روح يا مقاتل، ربنا معاك يا رب. اوكي يا شاب اوكي انا مشيته مشيته. ماشي انا عايز دروع. عايز دروع؟ خد دروعي خد دروعي وخد اقوى سيف. قلت لك السيف ده الدمج بتاعه 50 يعني ممكن يموت لك ده بضربه واحده. اشتبه الدم يلا. لا خليه معاك انت عشان لو جالك ايه. ايوه صح، عشان لو جالي فعلا وانت مت يعني ان شاء الله. ايوه فعلا. يلا مع السلامه مع السلامه يا المقاتل. يا شباب خلصنا منه اخيرا، دلوقتي هو يروح يموت ويبقى خلصنا منه مش مشكله، ولو موت اشتبه ضم تبقى مصلحه والبيت ما استخدمناهوش. ودلوقتي خلونا نخش جوه البيت ونشوف ايه اللي هيحصل. هل اشتبه ضم هيعرف يهد البيت ده عليا؟ يا لهوي لسه ما عملتش بيت من جوه. بسرعه يا مكمل السقف، يا رب عقبال ما اعمل السقف يكون هو ايه بقى وصل كده ولا حاجه كون خلصت انا. بسرعه يا مكمل بسرعه حط السقف حط السقف. يا جماعه الجو صبح، ولاد محمد ده لسه ما جاش. انا خلصت البيت وظبطته. طب اقفل على نفسي؟ طيب اقفل على نفسي بايرون بار؟ والله لا اقفل على نفسي بايرون بار. استنى بس كده، والباب ده فتح؟ انا اللي فتحته صح؟ اوكي انا اللي فتحته. اعمل ايه طيب يا شباب؟ انا سامع صوت اشتبه ضم من امبارح حوالين البيت وكل ده، ومحمد جيمر يا محمد يا جيمر محمد يا اشتبه ضم محمد يا اشتبه ضم، اي حد فيكم يرد؟ طيب يا رب يا شاوي يا شاوي. طب شاوي يعني الولد ده يعني ما مالوش في المشاكل بصراحه، انا جبته معايا الفيديو ده يهزر كده. اوكي طب انا هفتح واخرج بقى يا شباب، يعني انتوا عارفين ان مكمل ما بيخافش، مكمل قوي جدا يعني اقسم بالله قوي جدا. انت فين؟ انا رايح فين؟ انا راجع تاني. اشتبه لي ضم بره.
يا رب البيت بتاعي يعرف يأمنني يا شباب. هو الحمد لله ما عرفش يعدي من الحمامات. يا رب بقى شاب بقى يترتث ينفجر في وشه ويموت ونخلص ونعيش بسلام وامان. وهو ده الصوت ال... ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انفجارات انفجارات. مات مات والله ما ماتش شاب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي لحد دلوقتي البيت صامد. البيت صامد. لا مش صامد. الحمامات يلا صامدة. خلاص اخرج. البيت 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 اتفحر عليا. البيت اتفحر عليا. البيت اتحفر اتفحر اتحفر. اي حاجة انا رحت فيها انا رحت فيها. بروح فين؟ اطلع الايرون باردي واطلع الحمامات. انت فين يا اشتبي؟ فين السب بتاعي؟ السب بتاعي فين؟ ايوه السب بتاعي بتاع البوب ده. هو بيخاف منه. هو فين؟ هو فين الشاب؟ هو فين؟ هو مش موجود. اوكي الحمامات لحد دلوقتي والله كفوا الحمامات. اقسم بالله كف. هي ايه ده؟ ده انا اللي دوست. لا ده هو 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 يا شباب. لا 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 بموت بموت. لا 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 ابعد عني ابعد عني. ايش تبي تقول؟ والله قوي والله قوي يا شباب. نط. لا 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 ما تبقاش غبي يعني. مش وقت انك تخسر النط. ايوه اوكي اوكي اوكي. طلعت طلعت. هو فين؟ هو فين اشتبي ضم؟ هو فين؟ اطلع لي اشتبي ضم يا حمام. ده انا ممكن اخلص عليك بورقه التويليت ده واطلع منك بوب كده. ايه ده ايه ده يا جماعه؟ انا ايه اللي قعدني هنا؟ ايه قوم اوه يا رب. وقعت في اللافو. وقعت في اللافو زي الخبي. اوكي لازم اجري ورا المناديل. يا عال المناديل هي اللي ممكن تموته. تعالى ايه اهو شوف بيخاف من المناديل. بيخاف من المناديل. اشتبي ضم بيخاف من المناديل. شوف تعالى المناديل اقوى من السي. يمين شمال شمال يمين يمين شمال. مش عارف يجيبها كام واحدة فيا. شمال يمين يمين. تعالى تعالى والله طق. شاب طار طار طار. خلونا نرجع البيت. عرفنا نقطة ضعف وهي المناديل. لو ظهر لك اشتبه ضم زي ما ظهر لي كده امسك منديلك ولطحها على وشي على طول. اشتبه ضم علمك الأدب. أعرفك ازاي تيجي على ام كامل. ها عايزين نط على الترترة دي. استني. لا مت. انا كده مت. انا كده انا كده موت. اغراضي راحت ومناديلي راحت وكل حاجه راحت. لا والنبي اشتبني ضم. انت فين؟ اظهر لي اشتبني ضم. جبت لك مناديل يا حبيبي. يا عيال هو ما فاضلش اغراض في الصناديق. هنا في هنا في الصوره. اوكي الصوره. هنا في صندوق. اوكي في سفي لافا. لا يابا اضرب عليا. اوكي خلينا نأمن البيت بلافا اكتر. البيت بتاعنا بسلام يا شباب. ما تلاقوش البيت بتاعنا سليم. اهم حاجه البيت اهم حاجه البيت. خلينا نحط يا رب. طفي نفسك يا ام كام. طفي نفسك. حط هنا شويه لافا. بس لا اللافا دي هتنزل هنا. خلينا نحطها هنا عشان ما تنزلش على الميه لان الميه دي لو وقعنا في اللافا بنطلع منها. تعالى انت فين يا شتيبي؟ ايه ده ايه ده؟ لافا فوق البيت ليه؟ لافا فوق البيت ليه؟ عايز يحرق التويليتات. لا كسر المناديل دي بسرعه. يا عيال خرج لي البيت لافا. ليه؟ والله البيت لحد دلوقتي. استنى بخش جوه البيت. لا 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 مش عارف اخش. لا 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 يا شباب كده غلط. كده انا بتعامل معايا الغلط. كده انا بتعامل معايا الغلط. لا لا البيت 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 اتوقع انه من جواه امن. هعرف اخش جواه؟ هعرف اخش جواه. تقول لي ازاي مكمل؟ هقول لك دلوقتي. هقول لك هقول لك. بص احنا هنخش من هنا. البيت كان هنا صح؟ تقريبا هو كان هنا. هنط هنا في النص واحط ميه عليها على طول. طب انا دخلت جوه البيت. هتقول لي ازاي مكمل من تحت؟ من تحت. هو كسر البيت من تحت. بس البيت لحد دلوقتي صامد. وجبت معايا مناديل من البيت عشان لو شفته جه من يمين ولا شمال اديله في وشه اديله على قفاه هكسره يا شقه. ايه ده ايه ده؟ في صب لوكات بتتحط. الو انت بتعمل ايه يا شتبي نظام؟ بتامن لي البيت صح؟ بتامن لي البيت. قول لي ايه ده ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا يا جماعه. صوت ايه ده؟ هاي هاي. لا لا والله البيت صامد. والله البيت صامد يا شباب. والله حطيت انت كميه فوق البيت صامد. الله عليك. استنوا 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 هات شويه الستيرز. اول ليدر دي يا شباب. الستيرز ستيرز ستيرز. حط الستيرز دي هنا. حط الستيرز دي هنا. ايوه حطها مكان كده بلوكات. ايوه ايوه بسرعه بسرعه بسرعه. البيت صامد والله. لا لا والله يا شباب انت ما بتاثرش ما بتأثرش يا شاب الا في الدرت. اقسم بالله ان بيت البوب ضد اشتبه نظام اسطوري. يا يا والله اسطوري يا شاب. بس بس استنوا 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 كويس. انا معايا ستيرز. كويس 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 كويس. ليتس جو ليتس جو. والله امان البيت امان. اها عايز يضرب عليا عايز يضرب عليا ولكن البيت امان يا شاب. ما تقلقوش البيت بتاعنا امان. والله البيت اللي بنيناه يا محمد يا مكعبات امان. ولا تي ان تي بتقصر.
يشوف فعال بيغرق لافا اكتر. عادي هقفل من هنا. المكان بقى ضلمه، المكان بقى ضلمه، المكان بقى ضلمه. لا لا اوكي. استبيضام انت اللي جيت لي بنفسك وانا معايا اسئله. ما اخش في المايه. ايوه اطلع له. لا اتحشرت. لا خش تاني، ارجع البيت تاني. والنبي لا، والنبي لا، لافا والنبي استبيضام يا اخوانا. الحقوني 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 الحقوني. اوكي المكان من هنا امن اتوقع، من هنا امن، من هنا امن، من هنا. ايوه 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 اخرج يا ام كامل. فينك اشتبي ضم؟ فينك؟ والله قتلك بالمناديل. امسكه بس. ايوه بيتحرق. خلاص نستغل الفرصه. خد تعالى، بيخاف من المناديل. خلاص استغل الفرصه، شباب هنقتله هنقتله. هي دي الفرصه، هي دي الفرصه. تعالى اشتبي ضم، تعالى حمام الكلب انت، تعالى والله ما اسيبك. لازم اوقعه في اللافا شاب بالمناديل. تعالوا تعالوا نعمل كده. يلا يلا لف 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 لف. ايوه استغل الفرصه، اضرب يا ام كامل بلفه. ايه هو وقع بالمناديل. انزل عليه بالمناديل، انزل عليه انزل عليه انزل عليه. بيموت بيموت. المناديل اقوى، المناديل اقوى من الحمامات. موت 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 يا عيال. ما بيموتش ده ولا ايه؟ اوه ماي جاد، والله ما بيموت يا عيال، والله ده حمام قوي. خرب بيته، خرب بيته. هيموت امتى ده؟ موت 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 بقى. هل هيموت؟ هو هيموت 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 هيموت. والله ما ايزي يا عياد. ده كان قاتل محمد، كان قاتل محمد جيمر. دروع محمد جيمر ده كان قاتله والسيف قتل محمد جيمر يا شباب. والله زعلت انه قتل محمد جيمر، بس مش مشكله يعني، فده انه هو قتل محمد جيمر. ايه يعني قتله يا شباب؟ يعني انا اعتبره بني ادم وراح، يعني ايه المشكله يا شباب؟ فبس قصيت المقطع كويس قوي ان احنا قضينا عليه، والبيت طلع الصراحه الحمامات هي الوحيده اللي امنه، والبوب يا شباب شفته حط كميه تي ان تي ما انفجرتش، فالموضوع طلع اسطوري. بس قصيت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. مكمل تد اشتمني طب حط علي يا شباب. يلا ان شاء الله وصل المقطع ده 50,000 لايك، وبس قصيت المقطع، واشوفكم غدا على خير الله. تابعوا حسابي على اليوتيوب، حسابي حساباتي على اليوتيوب، تابعوا قناتي على اليوتيوب، وكمان انستجرام والتيك توك والفيسبوك. وسي ليتر شباب، مع السلامه، باي باي. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.